السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض النهاردة إن شاء الله التجارب اللي بتختبر الهيموستاتيك فانكشن اللي بنسميها هيموستاتيك فانكشن تيست. احنا علينا الاثنين الأساسيين بليدنج تايم وكلوتنج تايم. نبتدي مع بعض بالبليدنج تايم. ايه هي الديفينيشن بتاعها الأول؟ هي اسمها بليدنج تايم، فهي عبارة عن وقت، أنا بقيس وقت. دايما الاختبارات دي بيبقى طول أساسية فيها الستوب ووتش. تعريف البليدنج تايم هي تايم نيدد تو ستوب بليدنج ويزاوت كلوت فورميشن، بمعنى انها هتشتغل على الميكانيزمز الاولانيه في الهيموستاسيس، الفازو كونستريكشن والبليتليت رياكشن. ودي حاجات بيدخل فيها تفاعلات من البليتلتس، ما بيتدخلش فيها الكلوتنج فاكتورز. فتعتبر ميجرمنت كويس او اندكس كويس، بيديني مؤشر عن البليتليت نمبر وفانكشن. البليتليت نمبر الطبيعي بيتراوح من 150,000 ل 450,000 كل كيوبيك مليمتر. خطوات بقى التست ده عبارة عن ايه اللي هو البليدنج تايم؟ اول حاجة بنعمل تعقيم للفينجر اللي هنشتغل عليه. تاني حاجة هنعمل بريكنج، هنشكه بشكاكة طبعا اللي هي اللانسة العادية بتاعتنا المعقمة اللي هي بتستخدم مرة واحدة. الفكرة في الشكة هنا انها جرح صغير كنترولابل بخطوات الهيموستيزيس الاولانية، ممكن توقف البليدنج منه، يعني مش لازم ساعتها انه يفضل، يعني مش هيفضل ينزف لغاية ما تتكون كلوت او يحتاج خياطة او يحتاج يتقفل ببلاستر. هو مجرد الفازو كونستريكشن مع البليتد فانكشن المفروض انها متوقعة. لو التو ستيبس الاولانيين بتدول بتوع الهيموستيزيس كويسين انها تقفل الجرح ده، تمام. فانا هعمل ايه بعد الشكه؟ هبتدي اشغل الستوب ووتش بتاعتي ولاحظ الوقت اللي بتاخده الشكه دي لحد ما توقف خروج نقط دم. بستخدم ايه كمان عشان اشوف اذا كان في نقط دم بتخرج ولا لا؟ بستخدم فلتر بيبر. بالفلتر بيبر دي بمسكها بطرف ايدي وابتدي المس بيها مكان الشكه، فالمفروض انها هتطلع بنقطه دم صغيره، وكل 15 ثانية على الستوب ووتش هلمس تاني الجرح اللي هي الشكة بتاعتي وابص فيها. طول ما هي بتعمل دروبس هعمل واحدة، يعني هلمسها مرة كمان، هتعمل نقطة هلمسها مرة كمان، لحد ما الاقي انه مفيش ولا نقطة طلعت، او ان الفلتر بيبر بتطلع يعني بتلمس النقطة الشكة بتطلع من غير نقطة دم، يبقى كده حصل stoppage of bleeding. مهم قوي هنا حاجتين، اول حاجة without squeezing، يعني ان انا ما عصرش الصباع، لان البليتلت بلاج اصلا اللي هي الخطوة الاولانية اللي انا او الخطوة اللي انا معتمد على ان هي توقف البليدنج دي خطوة temporary. يعني انا لو عصرت الصباع بعد ما اتكونت البليتلت بلاج انا هشيل البليتلت بلاج من مكانها وهيرجع ينزف تاني، فده مش معناه ان في مشكله في الفانكشن، هو معناه ان الفانكشن تمت وانا يعني بوظت اللي هي عملته، فلازم ما يبقاش فيه سكويزنج، تمام. تاني حاجه انهم كل 15 ثانيه بلمس في نقطه غير اللي انا لمست فيها المره الاولانيه، عشان احنا بعد كده هنعد النقط ونشوف كده الوقت اللي اخدته الشكه دي في ان هي توقف بليدنج كان قد ايه. هو ده بقى ريكوردنج التايم، تمام. النورمال فاليوز بتاعتنا المفروض انها تبقى 1 لـ3 دقايق. لو طولت عن كده، يعني لو حد مثلا فضل كل ما المسه الاقي نقطه دم، المسه الاقي نقطه دم وعدت 3 دقايق ولسه بيطلع نقط دم، ده معناه ان في مشكله في الحاجه اللي انا بختبرها اللي هي البليتلت فانكشن. عادة المشاكل في البليتلت فانكشن بتبقى متعلقة يا بالرقم العدد يعني يا بالوظيفة، تمام. فممكن يكون سبب البرولونجيشن في البليدنج تايم ده يا اما نقص في البليتلت كاونت عن 50,000، احنا قلنا ان الطبيعي بتاعها من 150,000 لغاية 450,000، بس تحت ال 150,000 ما بتحصلش مشاكل قوي في يعني في الفورميشن اوف بليتلت بلاج، لحد ما يوصل اقل من 50,000 ساعتها بتبقى فعلا مشكلة قوية، وده اللي بنسميه ثرومبوسايتوبينيا اللي هو نقص في عدد الثرومبوسايتس اللي هي البليتلتس يعني. تاني حاجة disorders in platelet function، ودي بتبقى اسمها thrombasthenia، ان البليتلت عددها كويس لكن مش شغالة كويس. او بالمناسبة ساعات المشكلة في البليتلت function بتبقى drug induced، يعني بيبقى عيان بياخد دواء انتي بليتلت، تمام. وده المفروض انه يبقى معروف في الهيستوري من قبل ما اعمل التست. يعني
المرض اللي اسمه ثرومبوسايتوبينيك بيربورا ده بنقابله كتير، والعيان بيبقى جاي بنقط دم تحت الجلد، وده بيبقى نتيجة لان اي بليتلت بترابتشر، وده اصلا كومن بيحصل يوميا عندنا، بس البليتلت بلاك بتقفلها على طول، فما بتحصلش ما بتلحقش تنزف نزيف مرئي. لكن العيان ده علشان عنده مشاكل في البليتلت، عنده ثرومبوسايتوبينيا، بيحصل عنده البيربورا دي. فثرومبوسايتوبينيا اللي هو نقص عدد البليتلت، وبيربورا اللي هي النقط اللي هو جاي بيها. فتعرفها ان هو بيتيكيال هيموريدج اندر ذا سكين ديو تو ديكريزد نمبر اوف بليتلتس. ساعتها البليدنج تايم بتاع العيان ده هيكون برولونجد، بس انا لما اجي اختبر له الكلوتنج تايم اللي هنعرف دلوقتي طريقه اختبارها هلاقيها نورمال، لان عنده الكلوتنج فاكتورز شغاله كويس، لكن البليتلتس هي اللي ما بتعملش البلاك في الوقت المحدد. ده شكل البيتيكيال هيموريدج، وده اللي بنسميه بيربورا. تاني اختبار عندنا اللي هو الكلوتنج تايم. الديفينيشن بتاعه التايم نيدد فور كلوت فورميشن، وده بيستخدم to measure clotting factors بتاعة ال intrinsic pathway بالذات. ال normal value بتاعنا المفروض من 4 ل 10 دقايق. ايه الخطوات بقى بتاعة التست؟ عندي ليه كذا طريقة. احنا هناخد ال capillary method، ودي بتستخدم عن طريق استخدام capillary tube، او بتتعمل باستخدام capillary tube. اول حاجه بعملها برضو بعقم الصباع او بطهره، بعمل استريلايزيشن للفينجر، وبعدين بشكه نفس الشكه دي، بس مش هسيب بقى الدم يقف لوحده، انا هسحب الدم ده في نون هيبارينايزد كابيلاري تيوب. مهم قوي هنا انها نون هيبارينايزد، عكس اللي كنا بنستخدمها في اختبار الباكت سيل فوليوم او الهيماتوكريت، كانت بتبقى هيبارينايزد عشان انا مش عايزاها تتجلط في البي سي في، في الهيماتوكريت مش عايزه الدم يتجلط عشان اعرف افصله، لكن هنا انا عايزه الدم يتجلط عشان اقدر اختبر سرعه التجلط فيه، فبستخدم نون هيبارينايزد. تمام، ما فيهاش هيبارين. لو تفتكروا الهيبارين ده كان انتي كواجولانت. لما استخدم الكابيلاري تيوب دي في انها تسحب الدم، بملى فيها يعني على قد ما بقدر، وبعدين ببتدي الستوب ووتش بتاعتي اشغلها، والمفروض الكابيلاري تيوب دي تبقى في درجه حراره الجسم اللي هي 37 درجه مئويه. تمام، فبسيبها في كف ايدي مثلا او في مكان دافي، يعني ما ينفعش احطها في حته متلجه. يعني هبتدي بعد كده اكسر التيوب بتاعتي كل 30 ثانيه لقطعة صغيرة، يعني هقطم منها حتة كل 30 ثانية، وبقطم بحرص وببقى بصة قريب. طبعا لازم ساعتها البريكوشنز بقى بتاعت الانفكشن كنترول. تمام، لازم ابقى لابسة جلوفز وواخدة بالي من الكومبوننتس اللي حواليا علشان ما يحصلش كونتاكت مع البلاد اللي جوه التيوب. فهفضل كل نص دقيقة اكسر حتة، الاقي الدم لسه سايل خلاص هستنى نص دقيقة كمان واكسر حتة كمان، ولسه سايل استنى نص دقيقة كمان، وهكذا لغاية ما يتكون عندي خيط من الفايبرين يظهر عندي بين ناحيتين التيوب المكسورين. ده منظر الفايبرين ثريد اللي بتتكون ما بين طرفين الكابيلاري تيوب، اهي اتكسرت وده فايبرين ثريد. تمام، الاقي اتكون خيط كده بيتشد معايا، مش 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 دم لسه سايل ومفيش حاجة بين الانبوبتين. تمام، عند الوقت ده ابتدي بقى اشوف التايم بتاعتي اللي خدتها من بدايه التجربه لغايه ما المنظر ده شفته. بتكون برولونجد في حالات ايه؟ يعني التطول عن العشر دقايق النورمال. اول حاله اللي هي الهيموفيليا بانواعها الثلاثه، هيموفيليا اي او بي او سي، وطبعا احنا اخدنا انواع الهيموفيليا في البليدنج ديس اوردرز، وعرفنا هيموفيليا اي ناقص فاكتور 8، هيموفيليا بي ناقص فاكتور 9، هيموفيليا سي ناقص فاكتور 11. ممكن كمان يحصل برولونجيشن في حالات الاوبستراكتيف جوندس لانها بتسبب فيتامين كي ديفيشنسي، واحنا عارفين ان فيتامين كي مهم لتصنيع الكلوتينج فاكتورز، فلما يكون في نقص في فيتامين كي هيكون في نقص في الكلوتينج فاكتورز، خصوصا 2 و7 و9 و10 اللي بيدخلوا عندي في الاكسترنسك في سوري في الانترنسك باث واي، وخصوصا فاكتور 9، وطبعا 10 في الكومن باث واي اللي هو نهايه الكلوتينج اسمهم ايه الاكسترنسك والانترنسك. تمام، ثالث حاجه ليفر ديزيزز، لان الليفر لو تعبان هيبقى فيه نقص في تصنيع الكلوتينج فاكتورز بشكل عام، فبرضه الكلوتينج تايم هتكون برولونج.
واخر حاجه لو العيان بياخد انتي كلوتنج بقى، زي ما قلنا ان الانتي بليتد دراجز بتطول البليدنج تايم، الانتي كلوتنج دراجز بتطول الكواجيليشن تايم او الكلوتنج تايم. تمام. فلو العيان بياخد هيبارين او دايكيومرول اللي هو انتي فيتامين كي، هيبقى نفس القصه برضو، عنده prolonged clotting time. طب لو العيان عنده المشاكل دي كلها اللي هي liver diseases او receiving heparin او نقص فيتامين K او اي حاجة من دي، او هيموفيليا، هل ده معناه ان bleeding time كمان هيكون prolonged؟ لا خالص. العيان ده لو جرح صغير شك الدبوس ممكن تلم بسرعة لانها معتمدة على البليتد، بس الفكرة انها كل ما تتخبط هترجع تنزف تاني. والعكس بالعكس، لو مشاكل في البليتلت مش هيكون عنده مشاكل في الكواجيليشن تايم. ف يعني بيحصل كتير ان العيان يبقى عنده prolonged bleeding time و normal coagulation time، يبقى كده المشكلة في البليتلت لوحدها، أو العكس prolonged coagulation time و normal bleeding time، يبقى المشكلة في الكواجيوليشن فاكتورز لوحدها. تمام. طبعا لو الاثنين طوال يبقى العيان عنده دبل افكت، يعني ممكن يكون بياخد دوايين مثلا، واحد انتي بليتلت والتاني انتي كواجيليشن، او عنده حاجه مأثره على ده وحاجه تانية مأثره على التاني وهكذا. ده كده كومباريزون سريع ما بين البيربورا اللي هو اشهر سبب للبرولونج بليدنج تايم، والهيموفيليا سبب للبرولونج كواجيليشن تايم. السبب البيربورا نقص البليتلت نمبر اور فانكشن، وسبب الهيموفيليا ديفيشنسي اوف كلوتنج فاكتورز، قلنا يا 8 يا 9 يا 11. البيربورا ممكن تحصل في ميل او في يعني سواء في الميلز او الفيميلز. الهيموفيليا هيريديتري سكس لينك ديزيز، وبالتالي بيحصل اكتر في الميلز. البيربورا بيبقى معاها prolonged bleeding time و normal clotting time، والهيموفيليا العكس normal bleeding time و prolonged coagulation time. كده وصلنا لنهاية السكشن النهاردة، وأشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم.